وخليني ابدا مع حضرتك من طبعا يعني مباراه الدحيل، اول مباراه في كاس العالم للانديه للنادي الاهلي، هل كانت زي ما حضرتك توقعتها؟ شفتها ازاي فنيا؟ كانت افضل حاجه ولا كنت شايف ان محتاجين حاجه تانية في المباراه؟ هو طبعا في البدايه احب اقول طبعا الف الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة بالكامل، وألف مبروك للجهاز الفني واللعيبة والجهاز الطبي والإداري، وألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي. طبعا افتتاحية كانت الحمد لله نتيجة كويسة ومكسب كويس جدا. دايما أي بطولة البدايات بتبقى صعبة جدا، وهنا من هنا كانت الصعوبة بتاعت اللقاء، مش إن فرقة الدحيل قوية، هي فرقة كويسة وفرقة محترمة وفرقة قوية وجابت لعيبة على مستوى عالي، ولكن دايما البدايات بتبقى ليها بتحط اللعيبة اللي بتلعبها تحت ضغط، وهو ده اللي أنا كنت خايف منه. ولكن طبعا لعيبة النادي الأهلي بشخصيتهم وشخصية النادي الأهلي والثقة الكبيرة جدا اللي هم لعبوا بيها المباراة بالذات في الشوط الأولاني، قدروا إن هم طبعا يكسبوها ويحطوا رجليهم في كاس العالم للأندية ويعدوا خطوة كانت مهمة جدا ان احنا نعديها، والحمد لله عديناها، وبإذن الله في انتظار الخطوة التانية المهمة اللي بإذن الله نتمنى فيها التوفيق قدام بايرن ميونخ ان شاء الله.